الله يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام واشواطنا تتوالى شوط تلو الاخر بالانطلاقات الجميله والرائعه في صباح هذا اليوم في سن الاذاع والابداع. 6 كيلومترات شوطنا الثاني عشر الذي اعلنت انطلاقته واعطت اشاره البدء بالانطلاق في هذه الانطلاق في ميدان المرموم. الشوط الثاني عشر خاص بالجعدان الإذاعة المحليات الأصايل يحمل شعارات تشكلت في ألوانها وقدمت الكثير من الإنجازات. نبحر ومع المراكز الأولى في عمق الميدان هاملول على رأسي حربة هذا الشوط. سعيد بن سالم الإنيبي يتقدم ويقود مسار الشوط، يندفع بالمقدمة بينما يلي في المركز الثاني هذا شاهين. هادي بن عبد الله بن سالم بالركاض العامري ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز يتواجد مياس راشد بن سيف بن سالم المزروعي على المركز الثالث. اما المركز الرابع فاذا انطلقنا بنلقى مناور في المركز الرابع. سعيد بن غدير بن سعيد بن لويهي الدرعي ياتي على رابع المراكز. المركز الخامس عندك يا المالكي وشعار القسام، ياتي محمد بن سلطان بن سعيد المالكي على المركز الخامس. المركز السادس اشوف هنا الانطلاق وهنا التحديات، الذيب راشد بن سالم بن سليم الزرعي ياتي على هذا الاندفاع، يتقدم هنا عجيب غانم بن سالم بن دعيفس الخاطري ياتي بهذا الاندفاع، بينما شاهين علي بن راشد بالضبيع الاكتبي على المركز السابع. اما المركز الثامن، ثامن المراكز وهذا هو ياتي في هذه اللحظات. ياتي ناصر بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري يقدم الواثق في هذه الانطلاقات. هناك في هذه اللحظات في هذه الانطلاقات اشوف انا تواجد وتقدم لهب 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 سهيل بن عوض بن ياروان النيادي يقدم لهب على المركز التاسع والمركز العاشر في هذه الانطلاق. مهول مبارك بن محمد بن نصرة العامري، هذه النتيجة للمراكز الأولى. أو هناك هذا نايف لسيف بن متعب بن سيف الاكتبي ياتي في المركز العاشر. هذه العشر المراكز الأولى في انطلاقات هذا الشوط وهو أحد أشواطنا، وهو الشوط الثاني عشر في أشواط صباحي هذا اليوم، ويحمل الجعدان في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الجميل. عودتنا مرة ثانية، عودتنا مرة ثانية بعد أن أكملنا النداء الأول والإذاعة الأولى للعشر المراكز الأولى المتقدمة. نسير مع المركز الأول، نتقدم مع الانطلاق والاندفاع الجميل الذي يحمله ميدان المرموم القسام محمد بن سلطان بن سعيد المالكي على رأس حربة الشوط، ويتقدم بالمركز الأول يلي في المركز الثاني. من الجانب الآخر يأتينا شاهين، يتقدم هادي بن عبد الله بن سالم بالركاض العامري، ياتي راعي سمحه كذلك بهذه التنافسات والتحديات الجميله والرائعه، بينما من الجانب الاخر يتقدم الفارس سالم بن سعيد بن خاتم الشامسي ياتي على المركز الثالث في هذه اللحظه. اما المركز الرابع هملول سعيد بن سالم الينيبي ياتي على رابع المراكز في هذا الاندفاع والانطلاق هذه الرباعية، وناخذ المركز الخامس ونشوف اللي انطلق. هذا نايف لسيف بن متعب بن سيف الاكتبي يتقدم على المركز الخامس. المركز السادس، سادس المراكز، وياتي لهب سهيل بن عوض بن ياروان النيادي ذلك حاملين هذه الانطلاق. الذيب راشد بن سالم بن سليم
الزرعي ياتي في المركز السابع، ناخذ المركز الثامن. المركز الثامن اشوف عليه هذا شاهين وصل لعلي بن راشد بالضبيعه على المركز الثامن والمركز التاسع. اشوف هناك الدخول، هذا هو ناصر بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، والمركز التاسع. كل الاسماء قادمه، اشوف وصلت، وصلوا الواصلون. المستشار، هذا المستشار مبارك بن محمد بن حمد المري، والمركز العاشر لنكمل النداء ونشوف الجماعة قادمون. وهذا العاشر اللي هو الطاير محمد بن عتيج بالعرطي الحميري. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة للمرة الثانية دعناها إلى مسامعكم في مسار الشوط وانطلاقاته وتحدياته، من ثم عودتنا مع المراكز الأولى مع انحناء الميدان بعد مغادرتنا لبوابة العبور والاثنين كيلو متر، واتجاهنا اتجاه صحيح وسليم للقاية. نسير مع المركز الأول، الانطلاق الأول، التحدي الأول للقسام محمد بن سلطان المالكي. يأتي القسام بالمقدمة وينطلق ويقود الجعدان على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني ياتي فيه ويتقدم في هذه اللحظه شاهين، هذا هادي بن عبد الله بن ركاض العامري يتقدم في المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، ثالث المراكز الفارس سالم بن سعيد بن خاتم الشامسي على المركز الثالث والمركز الرابع. اشوف النيادي كذلك قادم ومقدم لنا لهب سهيل بن عوض بن يروان النيادي يقدم لهب وسلالة لهب. هناك التواجد لنايف سيف بن متعب بن سيف الكتبي، والكيلو الأخير، الكيلو الأخير غادرناه ونروح هناك مع المركز الأول مع محمد بن سلطان المالكي. خلاص مع المقدمة مع المركز الأول، وكذلك شاهين بن ركاض، هادي بن ركاض العامري مع هذه الانطلاق الثنين والثنين القادمون كذلك على المركز الثالث والرابع. يا سلام، نشوف هذا 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 هو نايف سيف بن متعب بن سيف الاكتبي، واللهب النيادي كذلك غادم، ولعت الامور، التهبت خلاص في الامتار الاخيره واصدار الاوامر. ولكن بو نايف المالكي يتقدم مشاهدي الاعزاء، دائما مقدم نوعيات، دائما حريص على المشاركه في هذه السلالات، يبذل جهود كبيره. وحرك يا محرك وجاوز يا مجاوز الامتار الاخيره. يتحرك هذا سيف بن متعب الاكتبي، محمد بن سلطان المالكي على راس الحرب. الاثنين في تنافس شديد وجميل. هذا القسام، وهنا مشاهدينا الاعزاء نايف والقسام الاكتبي والمالكي الامتار الاخيره. المالكي مسيطر، محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، ولكن القسام ولا نايف؟ نايف ولا القسام؟ الامتار الاخيره، القسام. تهانينا محمد بن سلطان المالكي على فوز القسام. المركز الثاني، من وصل فيه نايف لسيف او هذا نايف؟ نعم، لسيف بن متعب بن سيف الاكتبي. والمركز الثالث لهب النيادي، حل في المركز الثالث سهيل بن عوض النيادي. والمركز الرابع، المركز الرابع لمن الرابع؟ راشد بن سعيد بن علي بن سرود. والمركز الخامس، عموما على كل حال بنعود الى التوقيت. يا للتوقيت الزمني، 9:18 وجزئين من الثانية. تهانينا محمد بن سلطان المالكي على هذا الفوز وسلام السلطنة. المركز الثاني 9:18 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على الفوز بالمركز الثاني، نايف لسيف بن متعب بن سيف الاكتبي. والمركز الثالث مع النيادي الذي قدم لنا لهب. 6:24 5 أجزاء من الثانية، راعي لهب هو سهيل بن عوض بن يروان النيادي. تهانينا للجميع.